طيب اوكي، هسا نرجع لأي تري عادية كنا بنحكي عنها. هسا احنا حسبنا زي ما حكينا، احنا كنا بنحسب الكيث انسيستور او الانسيستور الرقم كي لكل نود، تمام؟ بس في مصطلح اسمه ال سي اي، هسا بدنا نشرحه، اللي هو اللي هو lowest common ancestor. شو معنى lowest common ancestor؟ معناها لو أنا عندي two nodes مثلا خمسة وأربعة، حكينا إيش الانسيستورز تاعون الأربعة كمان مرة ثانية، مين يقول لي شو الانسيستورز؟ الثلاثة والواحد. الأربعة أول إشي، اوكي، الثلاث والواحد. والثلاث والواحد. إحنا بنفترض إنه النود نفسها بالانسيستورز، وشو الانسيسترز تاعون الخمسة؟ خمسة وثلاثة خمسة وواحد. وثلاثة وواحد، تمام. بس ذكرنا بس ايش الانسيستورز عشان نسيت شوي. الانسيسترز هو النودز اللي بينك وبين الروت. يعني انا من عند الخمسة لو بدي اطلع للروت، فراح امشي بالخمسة وثلاثة وواحد، يعني هم زي النودز اللي بيجي فوق بيرنتس تاعونك، يعني او البيرنت والبيرنت تاع البيرنت والى اخره، تمام. فهدول اسمهم ancestors. يعني بالسؤال اللي هسه حليناه تاع الكويريز، كان المانجر تاعونك هم الانسيستورز، تمام. فهسه لو بدي اتفرج على هدول التو نودز، وبدي اخذ بدي اخذ اللوست كومون انسيستور. لوست كومون يعني اول انسيستور بيننا، اول انسيستور احنا بنشترك فيه. فايش حيطلع الجواب هيكون عندي؟ ثلاث. يس، الثلاث. الواحد هو انسيستور إلنا الاثنين، هو كومون انسيستور بس مش اول واحد، عشان هيك ما باخده، باخد الثلاث، تمام. فاحنا بدنا نشرح يوزنج الباينري ليفتنج اللي قبل شوي حكينا عنه، كيف بدي الاقي اللوست كومون انسيستور لل سي اي لتو نودز، تمام. مين بيقدر يحكي لي مثلا الخمسة والأربعة لو بدي أجرب عليهم، إيش ممكن أعمل عشان ألاقي الأنسيسترز؟ بس لنفس فكرة قبل شوي، بس الفكرة إنه بنعمل سكيب عبين ما يطلع معنا مثلا إشي مشابه نفس القيمة، أو بنمشي من البيتس الصغار للكبار. بتس الصغار للكبار، يعني هاي almost never a good idea. لا طلعتي عليه. لانه لو بدي امشي واحد بعديها امشي اثنين، يعني هيك بصير الموضوع صعب. هسا بس الفكرة انه لو بدي امشي على البيتس او بدي امشي على الباينر ليفتنج، ايش الاشي اللي انا قاعد بتفرج عليه؟ بدي اضل اطلع لفوق، انه كل ما بالي بطلع على اشي كومون انزل لتحت اكتر، بس انا بالبداية ببلش من الكبير يعني. يس بالضبط. لانه لنفرض انا نطيت مثلا، اوكي لنفرض كان ان عندي عشرة، ماشي، حجم النودز عشرة، واجيت اخذت تو نودز وحكيت له نط 18، هل حيطلع هذا كومن انسيستور بينهم ولا لا؟ لا يعني نفترض انه كل اشي فوق هو صفر، فهيطلع كومن انسيستور، او عفوا بس حيطلع، مش يعني مش اللوست. يس هو بالضبط مش اللوست بس كومن انسيستور. فانا بدي الاقي اللوست. بس انا بقدر الاقي الكومن انسيستور انه اضل انط من التو نودز هدول ارفعهم لفوق بنفس القيمة مثلا. يعني لو اجيت عند الخمسة والاربعة حكيت له نط اثنين، فالواحد هي ايش؟ كومن انسيستور بينهم. حيطلع ال سي اي، حيطلع السكند انسيستور تاع الخمسة هو نفسه تاع الأربعة، هو الواحد، تمام. بس بحكي له انا ايش هو، هل مندور على أول اختلاف بعدين هون بيطلع عنده اللوست كومن انسيستور يعني بالضبط. زي تو اوكي دقيق، بوينترز مثلا، بس مش يعني هسا احنا بدنا نضل
لنحكي له اذا انه الجمب بتاعتي هسا انا بدي اعمل جمبس بالباينري ليفتنج، تمام؟ تمام. بحكي له اذا انه الجمب بتاعتي تعطيني كومون انسيستور، معناها صغر الجمب، لانه انا ما بضمن هل هذا هو اللوست ولا لا. يعني لو انا بدي انط 18 لفوق راح يطلع كومون انسيستور، بس ما حيطلع الاشي اللي انا بدي اياه، او عفوا مو شرط يطلع اللوست. فعشان يطلع اللوست بدي احكي له خلص معناها ما تروح لاول كومون انسيستور، ظلك قبل قبل يعني. اوكي خلينا نرسم مثال اوضح يكون اكبر شوي. فمثلا لو انا حكيت عندي زي هيك، مثلا هدول 5 و6، بدي احسب الكومن انسيستور تاع هدول. او عفوا انا كنت بدي اشي زي هيك، مثلا هاي في ويو، بدي احسب الكومن انسيستور لهدول التنتين، تمام؟ فانا هسا الكومن انسيستور اللي انا عندي اياه هو هاد، صح؟ فالمسافة بينهم وبينه كم؟ 2. اوكي دقيقة، you can use this graph or cascading graph. اوكي يسلموا احمد. تمام، بس هسه خلينا نشوف على مثال صغير وبعدين ممكن نستخدم جراف اكبر. بس لو انا عندي تو نودز يو وفي، وانا بدي احسب، حكينا الالسية تاعهم هي هاي النود، صح؟ خلينا نسميها مثلا ألسية. فالمسافة بينهم وبينها كم؟ 2. بس عشان انا ما بقدر اضمن لما اطلع جنب 2 انه هل هاي هي الليست كومن انسيستور او لا، خليني ما اروح للألسية تاعي، اروح لاول نود قبل الألسية، هي هاي، تمام؟ هسا اجين احنا حكينا الLCA لتو نودز حيكون نفس الفاليو، يعني راح يطلع الLCA بين يو وفي هي نود واحدة مش تو نودز، تمام؟ فأنا بدي أضل أعمل جمبس وأحكي له هل الفاليو نفس الإشي، هنا مثلا 4، هل الفاليو للتو نودز نفس الإشي؟ هسا إذا ها نفس الإشي ما بدي هاي الجمب، بدي أصغر الجمب تاعي، بدي أنط 2، تمام؟ فبدي اضل اعمل الجمبس تاعوني بحيث انه اوصل لاخر ليفل، اخر اشي هم لسه مش كومن انسيستور بين بعض. فلو انا وصلت يو وفي لهون، تمام، انا متأكد انه لو نطيت 1 راح اوصل ايش؟ كومن انسيستور. فبيطلع فبضمن انه الاب تاع ال في آخر إشي الصفر هو الأنسر. أوكي، فخلينا نرجع نحكي هذا الإشي كمان مرة. هسا نفرض أنا عندي، حكينا بدي أروح من تو نودز مع بعض، من بدي أحسب ال سي إيه لتو نودز. أوكي، فأنا بدي أخذ هدول التو نودز وأحكي أوكي خليني أجرب أرفعهم 4 ليفلز مثلا. هون بهذا المثال أطول باث هو 4، فلو بدي أرفع الثنتين 4 وين حيصير الثنتين؟ حدا عنده فكرة وين راح يوصلوا؟ الروت عالروت راح يصيروا هون، صح؟ بس هذا السؤال، النودز عندنا بنفس الليفل أصلا ولا إحنا سويناها بنفس الليفل؟ يا هاي هسه كمان شوي بنحكي عنها، بس نفرض مبدئيا إنهم بنفس الليفل، أوكي؟ فأنا بدي أروح، فأنا وصلت للروت، تمام؟ فهذا كومن انسيستور، هو بيرنت للاثنين، بس انا خلص بدي اطنشه، ما بدي اياه، بدي اصغر الجمب بتاعتي، فبدي بدل 4 بدي انط 2، فرح اوصل هون اللي هو برضو ايش؟ برضو كومن انسيستور. فانا طالما الجمب بتاعتي بتعطيني كومن انسيستور، يعني بتعطيني نفس النود، ما بدي اياها. فبالنهاية راح اوصل عند اخر نود، اخر ليفل عفوا،
القيمتين في مختلفات. يعني لنفرض كان انا بين تو نودز عندي اياهم يو وفي، المسافة بينهم وبين ال بين ال ال سي اي تاعهم هو 4، اوكي. هاي مثلا كانت ال سي اي تاعيتهم، تمام. هاي المسافة 4، فشو المسافة بين يو وفي واخر ليفل هم لسه في مش كومن؟ يعني نفرض كان في هون في تو نودز وهذولا بيجوا من هون، فايش المسافة بين اليو وفي وهذا الليفل اللي هو مباشرة قبل ال LCA تاعهم، مباشرة قبل ال least common ancestor؟ هاي المسافة حتطلع عندي 3، يس. فاللي انا بدي اسويه انه بديش انط 4، ما بدي اوصل لل least common ancestor، بدي انط 3، بدي انط لاخر ليفل قبل ما يصيروا نفس بعض. بعدها ايش بيطلع عندي الجواب؟ البيرنت تاع هذا الليفل. مش عارف واضح اللاد او في حدا عنده سؤال على الفكرة؟ الفكرة واضحة، بس لو كان مش من نفس الليفل كيف ممكن يتهندل؟ تو بوينترز او كيف؟ مش لا هسه بنجيها سهل، يعني حتكون بس كنفس الليفل. واضح احنا ايش اللي بنسوي؟ انه احنا بنحاول نوصل لاخر ليفل هم لسه مختلفين عن بعض، مش نفس الانسيستر. فكونه اخر ليفل فالبيرنت تاعه هو اول كومن انسيستر اللي هو الليست او اللوست، تمام. طيب اوكي، بالنسبة ل إذا كانوا مش على نفس الليفل، طيب لنفرض كنت بدي بين هاي النود وهاي النود الليست كومن انسيستر، فهسا اللي حنعمله ببساطة انه النود اللي لتحت اكثر اول اشي بدي ارفعها لفوق، بعديها بكمل حل طبيعي. فاذا كان عندي تري، اذا انا حسبت الهايت تبع التري لكل نود كم الهايت، تمام. فعندي النود الاولى الهايت تبعها 1 والنود الثاني الهايت تبعها 2، اذا هاي كم لازم ارفعها لفوق؟ ليفل واحد لازم، بيناتهم يس واحد. لازم ارفعها بقيمة 1. طيب معناها كيف بدي الاقي لنود معينة الكيث انسيستور هاي نفرض هي كي الكيث انسيستور؟ هذا السؤال اللي حلناه قبل شوي. بالضبط، هذا هسه كتبنا الكود تبعه. فاذا ما كانوا بنفس الليفل انا برفع واحدة بخليهم اجباري بنفس الليفل، تمام. فالزيادة اللي بهذا السؤال او بهاي فكرة ال LCA زيادة عن الباينري ليفتنج، انه اول اشي بدي احفظ الليفل بالتري، بدي اعرف كل نود ايش الليفل تبعها عشان اقدر اخليهم بنفس الليفل. هذا اول اشي. ثاني اشي لما احسب ال LCA بدي عفوا عشان احسب ال LCA بدي اضل اطلع لفوق طالما النود اللي انا راح اطلع لها مش نفس الاشي، طالما هي مش كومن انسيستور. فبدي اوصل لاخر نود هي مش كومن انسيستور بين الثنتين. حد عنده سؤال لهسه؟ بس هاي البيست انسر اللي هي انه نخليهم نفس الليفل، ولا في نقدر نهندلها بطريقة ثانية؟ مثلا لو ناخذ ابسولوت فاليو بين ليفلز. هسه احنا اللي بنسويه انه احنا بنضل نطلع بباينري ستيبس لفوق، يعني نطلع 8 4 2 الى اخره. وعشان اخذ الستيب او لا بتاكد اذا انه التو فاليوز حيعطوني نفس الشيء ولا لا، تمام. فما بقدر اشيك هذا الاشي اذا انه كانوا بديفرنت ليفلز، لانه الكيث ستيب بتاعت هاي مش نفس الكيث ستيب بتاعت هاي، تمام. هسه هو في امبلمنتيشنز ثانيين لل سي اي بيهندلوا هاي الشغله بطريقه مختلفه، بيهندلوها انه بيمشي من نود واحده ما بيسحب على هاي النود اصلا او بيسحب على النود الثانيه وبضل يطلع من هاي النود.
بس في عنده طريقة انه يشيك اذا انه وصل نود معينة، بيقدر يشيك هل هي انسيستور لهذا ولا لا، بيشيك يعني بطريقة ثانية. تمام، بس ICU مبدئيا يعني، ايش هو؟ دي ICU يعني. لا مش دي اس يو، بشيء يعني بشيء ثاني. ممكن اعتقد ممكن تنشرح هاي بمحاضرة الجاي، حسب يعني ايش كيف بنمشي بالضبط. بس هي الفكرة مبدئيا انه انا لازم يكون عندي على نفس الليفل عشان اقدر ايش اطلعهم مع بعض نفس الستيب، واشوف هل وصلت ل كومن انسيستور ولا لا. تمام، فعندي سؤال، ما هذا السؤال؟ سؤال نفس اللي قبل، نفس السؤال اللي قبل شوي، بس مع اختلاف انه الكويريز ما بيسألني انه اطلع لاقي لي الكيث انسيستور، لا بيسألني ايش ال LCA بين 2 بوينتس. تمام، فنشوف ايش اللي حيختلف على الكود تبعنا. فالانبوت نفس الاشي، ما اختلف اشي، بس هون انا راح ادخل 2 بوينتس وراح اطلع ال LCA بينهم. اوكي، وال LCA ما في قيم سالب واحد، فخلص مباشرة يعني بقدر حتى مباشرة اطبع ال LCA بين ال 2 بوينتس. تمام، بس هون في شغلة بدي احكي عنها هسا. قبل شوي بالسؤال انا ايش عطيت البيرنت تبع الواحد؟ اعطيته اياه صفر، فلما اجي اعرف عبى الليفل تاعت لما عبى الاب كان كل القيم اللي فوق الواحد صفر. وانا عملت هاي الحركة عشان اذا طلب مني اطلع، كيف لا مش موجود؟ بالضبط اذا كيف مش موجود. بس بالال سي اي ما فيش هذا الاشي، أكيد كلهم يشتركوا بنفس الروت، فدائما بالضبط بيطلع الواحد لازم يكون واحد. 100%، لانه كلهم بأسوأ حالة، كلهم ال سي اي تاعهم هو الروت. فبعطيه، لا بخليه البيرنت بالدي اف اس هو واحد، عشان لما يجي يعبي هاي يعبي تاعت الواحد كلها ايش؟ واحدات. فبصير اي اشي انا بعمله لفوق بيعطيني واحد، او ممكن خليها زي ما هي بس احكي له اذا انه الانسر كان صفر فخليه هو الروت اللي هو واحد. تمام، فعادي هاي ممكن تضلها نفس ما كانت. وهون احكي له، او لا خلاص خليها زي ما حكينا انه انا بعتبر كل اللي فوق الروت هم الروت برضو. طيب، فهسه هون كل الاختلاف عادي لما احسب الباينري ليفتنج نفس الاشي. هاي هسه حنشوف انه حنحتاج نستخدمها، بس اللي بيختلف هون انه انا بدي احسب ال LCA بين ال 2 points. فبدي احكي له LCA بدي يعطيني 2 points. اوكي، لا في كمان شغلة مختلفة صار هسه، لازم ايش نحسب ال height تبع ال 3، عشان حكينا بدي بهمني اعرف اذا هم بنفس الليفل ولا لا. فهون ببساطة بحكي له هايت ال V هي هايت تبع ال parent زائد واحد. فطبعا هيك بكيس الروت كم يعني، هيك حنبلش من واحد مش من صفر، يعني احنا بنعتبر انه هايت الروت هو واحد، لانه parent بالبداية بتكون اتش صفر، بس انا بزيد لها واحد. فبصفي اللي هون مش من صفر، ببلشوا من واحد واثنين واثنين الى اخره، فما بيفرق اشي معي. تمام، فهسا بالال سي اي حكينا اول اشي ايش بهمني انهم يكونوا على نفس الليفل. فبدي احكي له اذا الهايت تبعهم مختلف بدي ارفع واحدة للليفل تاع الثاني. اوكي، انا هم بدي اعمل شغله، بدي احكي له اذا انه انا بدي دائما ارفع في، اذا انه كان عندي 2 values دائما بدي ارفع في. فبدي احكي له اذا انه اللي لازم ارفعه هو يو، اعمل بينهم سواب بدلهم عشان انا دائما ايش اللي ارفعها هي في. فهنا ايش قيمه كي اللي لازم ارفعها؟ الفرق بين الهايت تاع الاول والثاني، بالضبط الديفرنس بالهايتس تبعونه. فكونه انا عملت سواب فدايما الهايت تبع في هو اكبر من الهايت تبع يو، فبحكي له بدي اعمل الديفرنس
بهذا المقدار. اوكي هسه بعديها بحكي له ايش، بحكي في هو find kth ancestor اللي هسه حكيناها ل في، والستب اللي بدي امشيها هي ك. فهيك انا ضمنت انهم صاروا بنفس الليفل. تمام. هسه هون في شغله لازم اشيكها. نفرض كان التري عندي مثلا زي هيك، وبدي ال سي اي بين هاي وهاي، فلما اخليهم بنفس الليفل ايش حتصير قيمه في؟ نفرض هاي كانت يو وهاي في، فلما اخليهم بنفس الليفل قيمه في حتصير نفسها قيمه يو، فما في داعي بعدها اعمل اي شيء. فانا هون بحكي له معناها اذا في صارت نفسها يو خلص رجع، هذا هو الليست كومن انسيستور اللي هو لما يكون واحد من النقاط. تمام. هسا بعد هيك بدي اعمل اللي حكينا عنه الباينري ليفتنج. فبدي امشي زي قبل شوي، بدي امشي من الاكبر بت لاصغر اشي. هسا هون الفكرة، انا بدي احكي له اذا الكيث انسيستور او الانسيستور عند البت تاع في لا يساوي اللي عند يو، يعني مش كومن انسيستور، بدي اطلع بالضبط. فبدي احكي له اوكي لازم فبدي احكي له اطلع اطلع بالثنتين، فيو هي اب اليو بمقدار الجمب تاعي، وفي نفس الاشي. تمام. هسا بعد ما اخلص هذا الاشي هل ايش ارجع هسا هون؟ هسا ايش القيم اللي صفت عندي بيو في؟ ريتيرن الاشي اللي وقف عنده اللي هو البيرنت اللي انت حاليا واقف عنده في الصفر، البيرنت تاعه مش يعني حنظل ننزل احنا طالما هم يعني هذا ال LCA تاعهم، او مش شرط ال LCA هم كومن بهذا البيرنت، بدي ارجع بدي انزل بدي انزل لحد ما يصير انه مش هذا الكومن. لما يصير مش هذا الكومن بدي اللي فوقي، فهو البيرنت اللي انا حاليا واقف عنده بالضبط. فانا بدي اقول له بدي بيرنت يو او في ما بيفرق، اول بيرنت له، لان انا وصلت لاخر مكان ممكن اوصل له بحيث هم لسه مختلفين، فالبيرنت تبعه اكيد حيكون اول اول كومن انسيستور. حدا عنده اسئله على الكود؟ اوكي. فهاي هاي الفكرة الأساسية أو هذا الإمبلمنتيشن الأساسي للألسية، هو كيف أحسب least common ancestor بين two nodes. تمام.